السلام عليكم. يحكى أنه كان هناك رجل متزوج منذ سنوات عديدة، وكانت زوجته لا تنجب. فكرت الزوجة كثيرا ثم قررت الذهاب إلى زوجها وعرضت عليه فكرة الزواج من امرأة أخرى حتى يرزق بالطفل الذي يحلم به. فقال لها زوجها على الفور: ولماذا أفعل ذلك؟ فأنت تكفيني وأنا أحبك كثيرا، ثم إنني إن تزوجت من امرأة أخرى قد تحدث بينكما الكثير من المشاكل بسبب الغيرة والحسد، فهذا أفضل، وأنا راضي بقضاء الله وقدره وما كتبه إلينا. أصرت الزوجة على رأيها قائلة: لا تخف يا زوجي الحبيب، أعدك أنني سوف أراعيها وأعتبرها مثل أختي، ولن تحدث بيننا أي مشاكل إن شاء الله. اقتنع الزوج بكلام زوجته وقال لها: حسنا يا زوجتي العزيزة، سوف أسافر وأتزوج من امرأة لا أعرفها أنا ولا أنت، تفاديا لحدوث أي مشاكل بعد ذلك. وبعد فترة رجع الزوج من سفره وتوجه إلى منزله في غياب زوجته، وكان معه جرة كبيرة من الفخار، وقد ألبسها وزينها بأجمل الثياب وغطاها حتى تبدو وكأنها فتاة حقيقية، وخصص لها في المنزل غرفة خاصة بها. عندما جاءت الزوجة ناداها الرجل وعرفها على زوجته الثانية، ثم خرج ذاهبا إلى عمله. وبمجرد عودته إلى المنزل أسرعت الزوجة إليه وهي تبكي وتشكو قائلة: إن زوجتك الثانية قد سبتني وضربتني، فهي امرأة شريرة وأنا لا أتحمل هذه الإهانة وهذه التصرفات. تعجب الزوج كثيرا من كلام زوجته، فكر قليلا ثم قال: أنا لا أرضى لك الإهانة، تعالي معي وسترين بعينيك ماذا سأفعل بها الآن. فرحت الزوجة كثيرا وتوجهت مع زوجها إلى غرفة الزوجة الثانية. أمسك الرجل بعصا خشبية وضرب بها الضرة أو الجرة على رأسها فتحطمت، وإذا بها مجرد جرة فخارية. اندهشت الزوجة المسكينة وشعرت بالحرج الشديد من زوجها الذي ابتسم في سخرية وهو يقول: ما رأيك الآن يا زوجتي العزيزة؟ هل أدبتها وأخذت حقك كما ينبغي؟ فقالت المرأة: لا تعاتبني ولا تلومني، فالضر مرة ولو كانت جرّة.